أهلا بكم مشاهدي الفضية التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي. قدم صباح اليوم وزير الشباب والرياضة والترفيه يوسف أبا صلاح حديثا صحفيا تناول فيه تقديم نتائج وتوصيات ملتقى الشباب الأفريقية المنعقد مؤخرا بمدينة جمينة. نستمع إلى جزء من حديث الوزير. نتيجة على الصميه شيف ديتا يوم الأربعاء وخمسة يلموا في أديس أبابا، زي تعرفوا يوم هنا علينا في جمينا شبابنا في كله لموا سو طلباتنا كله عن دول بريزيدان جريس دي بي عشان يجوب في أديس أبابا يكلم يسير رابور في شيف ديتا ريكومنداسيون على 87 الصهيوني ده رئيس شالا وهناك في أديس أبابا كلم في ريكومنداسيون ده ناس الشيف ديتا الأفريقي الدين ده كله شغل ده وفق منهم الريكومنداسيون تنين ثلاثة المهم دول ده الآخرين كله وفق لكن وايدين سو ريزوليشن فوق السو ريزوليشن ده صندوق أنا شباب في أفريقيا يقطو وكلفوا إيش بطل للبريزيدان عشان يسوي كامبان في العالم كله عشان يموبيليزي فون في فون ده ويعطي فرصة للشباب عشان بروجي أنا بدي يرياليزي وفي ده ما بريزيدان الفا كونتي ما بريزيدان إدريس ديبي أنتو مسؤولية بطان قالوا هل يسوي جهد عشان في فون لحسن دابا يسوي ده يصبوا فوق بارتنير دو دول الأفريقيين والناس الشباب والناس اللي عندهم إمكانيات عليه يصبوا عشان يسووا أمبلوا أنتربرينيريا كل شيء ده بس.